السلام عليكم تتبيع قناة تي في، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم سهام. اليوم احنا دابا في البلاد، بغيت نضرب لكم واحد الدويره في الجردة ديال الوالد. عاديه، مهم، زوينه، كتعجبني انايا. راه ينجح. المهم الا سمعتوا شي صداع ولا شي قرطاس، راه غير داك الفرشي. كاينه واحد العرس حدانا، ومن العوايد ديالهم كيديروا داك، من العادات ديالهم تيديروا داك الفرشي فاش كتجي العروسه للدار ديال العريس. قبل ما تدخل دابا للدار كيضربوا داك العجب. وعندنا هنا هاد النخله، تبارك الله، نتوما كتشوفوا ما شاء الله ولدت اليوم تبارك الله. هذا بوست حمي، هكا تيكون قبل ما يطيب. يا ربي ما يدخل فيه شي شوكه، سمعتوه؟ ايوا، هادي الداليا، هادي الداليا راه غادي حتى للسطح تبارك الله، راه كتعطيهم العنب. دابا خلاص سالا. هادي نخلة اخرى، دابا الارض ما فيها والو، حيت صافي كانوا دايرين فيها الملوخيه يمكن وسميتو، دابا صافي سالا بقات هكا، غادي تستراح، من بعد غادي يديروا فيها حاجه اخرى. وهذه نخلة اخرى عاوتاني كيغطيوها بهادو على حسب الطيور باش ما يحيدش ليهم، حيت هاد الراس تيكون هاد الرويس يلاه فيه شويه ديال التمر، كتجي الطويره كتاكلو كتخلي ليهم هنا وكيبقى. هادي تاني واحد النوع اخر ما عرفتوش انا، مي اش من نوع ديال التمر هذا؟ هاد النخله الصفراء ماشي الجهل هذا. هادي وقيلة سيرة البنات، ما عرفت وقيلة ولا ما المهم ما عرفتهاش انايا. المهم فاش داروها مع فاش حرتوها كيسحبوها فكوس ولا سميتو، ساعه ما صدقتش. هو هادي راه الحامض، راه كتعطيهم الحامض في وقت الحامض. شوف قداش راه ما كيبانش مع النخل داخل في الحامض، حتى لدرجة تبارك الله ما كيبانش. مازال هاد الحامضة مسكينة ما بقاش كتبان. شفتو راه غطاوهم، كاع اللي شافوها كطيب غطاوها. هاد النخلة العام اللي فات عطات، وهاد العام لا، كتستراح. هما خواتات هي وهادي، نفس سميتو اللي فيهم. دابا هادي كتستراح هاد العام والعام شي، وهادي عطات. وهادي حتى هي ليمونة، هادي ليمونة كلاو فيها الليمون داك المندارين. وهذه اللي حداها الرمان، الرمان ها هو كتشوفو، شفتو؟ وصافي قتلونا هادو بالقرطاس. هذاك الفرشي ماشي القرطاس، هذه راه رمانه، وهذه رمانه، وهذه كاينين ثلاثه. وهذه نخله اخرى، هاد الداليا اللي قلت لكم شدوها فين شاده، شاده من القنت للقنت تبارك الله، غادا شد حتى القنت الاخر، وهي غادا ودايرين الحباق واليازير في الجناب بحال هكا. وهادي الكرموسة، هذا الكرموس راه سالة، هو لقينا كلشي سالة. بقى غير التمر، هو اللي جينا في الوقت ديال التمر. دابا راه التمر صافي بدا كيطيب. هذا التمر، هذا الكرموس، هذه الاولى، وهذيك الثانيه حتى هي، هذه كتعطي يمكن داك الكحل، والاخرى كتعطي البيض. المهم مختلفين، وصافي تيدير ليهم با هذا باش كيهز على الشجر، وفي نفس الوقت كيطلع فوق منه باش يخليو ليهم لي سباس باش يدوزو. وهنايا البير، هادي البير. انا دابا خرجت البنات للشارع، حيت كاينه جرده اخرى هنا حدا الباب، حدا الدار، دايرين فيها الزيتون والقطن. هذا القطن، هذا ما عرفتش فيه شي قطن، نوري لكم. ها هو تيكون بحال هكا، هذا هو القطن، الشجر ديال القطن. هنا داير ليه الكوتاكوت باش حتى داخل فيه الكوتاكوت، شفتو؟ ها الشارع الكبير، شفتو كيبان؟ و
حتى هنا داير فيه النخل. المهم حنا تابعنا النخل. هذا هو الشارع ديالنا، حنا حيت انفاس مع الشارع. وهذا الثاني الزيتون، المهم الزيتون الزيتون واحد البلاصه فيها هذه الزيتون والحنه. ها هو الحنه، ها هو شتو هذه سميتو ديالو، كيدير تيدير زيتونه حنه، زيتونه حنه. هذا الزيتون تا هو والقطن. ها هو القطن فاش كي هاد الشجره فيها بزاف، شفتو الشميشه ما خلاتناش. دابا البنات راه يلا العشرة ديال الصباح والحراره اللي كتعرفوها، الحراره ديال بصح. زوينه بزاف في العشيه كتكون هاد الكليسه معاجات حدا الباب، ودايرين فيه هنايا هذا كيحطوا الكراسه وكيجلسوا، وما كتبانيش للشارع مع الشجر مغطيه، نتوما ما كيبانوش. وهذه النخله، هذه جوج نخلات، هذا ولدو، هذه وحده، نتوما كتبان تبارك الله راه ولدات ما شاء الله. وهذه وحده اخرى تبارك الله، هذا الجهل على برا دار الجهل مع الجهل، ماشي مشكل. لا الا تي تعطل هو شويه كيكون هو اخر حاجه كطيب، كيطيبش دغيا. هو بدا كيطيب من هنا لهنا طايب، وهنايا باقي. هادي الجهل تبارك الله ما شاء الله زوين. دابا راه تنصور كاع ما شافني الواليد، حتى نصور ونوري الفيديو. شتو النخلة ديالها تبارك الله، ولدات ما شاء الله تبارك الله. ولد الحنة عزيز عليه هذاك الشجر ديال الحنة والقطن والزيتون والنخل، هادوك صبارين واخا تنساهم كاع ما تسقيهم ماشي مشكل. هادشي اللي كاين، ندخلو دابا نفطرو، نشوف اش داروا لينا الفطور، اش دارت اختي الفطور. وهانتوما معايا، هانتوما البنات بغاو يديروا لينا هذيك المردومه، سميتها امي الدقيق ديال الذره. راه لقيت امي دايره هنايا الخميره، هادي الخميره والملحه، الدقيق ديال الذره مغربل. هاد الدقيق راه ديالنا ديال البلاد، ماشي بحال ديال المدينه، ديال المدينه تيكون صفر. البلدي هذا، هذا البلدي ديال الجنان ديال دارنا ديال جدي. شفتو دابا غادي تعجنو وغادي دير وغادي دير فيه هاد الحشوه هادي، انا غنوريها لكم. ها نتوما ديك الحشوه اللي كندير انا في خبز الشحمه، ولكن زايده فيه امي شي حويجات بحال الورق ديال البصله خضر ميبس، زايده هنا ودايره خيزو والبصله والعطريه ياكل الشحمه، ودايره في هادي وغادي تدكو مزيان. راه ماشي دايره خيزو مقرد ولا شي حاجه، محكوك ومحيد ليها هذاك الماء ديالو، البصله كذلك محيد ليها هذاك الماء ديالها، وعاد زدت عليه الربيع وسميتو وداك الورق ديال البصله ميبس، وعاد العطريه، وعاد كلشي، وعاد كلشي وسميتو خلطت داكشي ودارتو هنا. غادي تدكو دابا مزيان باش ديرو كحشوه. كدير الطبقه الاولى ديال سميتو ديال العجينه، ودير الحشوه وفوق منها طبقه اخرى ديال العجينه. كتجي بحال هكا بحال الكيك. دغيا كتوجد دابا، حنا راه كاين اتاي، هادي دغيا غديرها في المقله.
ديرها في هذه المقله. هي راه تبارك الله كتفرش الفرشه الاولى ديال العجينه الحشوه والفرشه الثانيه وكتدخلها للفرانيه كامل. كنديرها في الفران ديال العواد، دابا غديرها في الفران ديال الكاز حيت هو نفس حتى هو كتشعلي الفوق والتحت نيت، حيت هذا الفران ديال الكاز عنده واحد السيستيم، عنده تيوات حتى الفوق بحال نفس الطريقه ديال الكوشه ديال هذيك الكوشه ديال العواد، كتشعل ليها ديال البلاد كتشعل لي الجناب ومن التحت نفس الطريقه، مصايبينو دايرينو بالكاز صافي. ها هو دابا هاد العجينه كبتها بحال العجينه ديال البغرير. هذه الطبقه الاولى شعلتي البوطه، شعلات البوطه مهيله، باقي ما درتها في الفران شعلات البوطه عافيه مهيله. مكايناش الضو، مكاينش الضو. غدير دابا هاد الحشوه مزيان، حيت انا ما عمري ما درتها في الفيديو، داكشي علاش قلت نشاركها معكم في البلاد كاع بلادها. ميرا وقابلاني غير عندك تصوري ما ندير ما غنصور هاي سيري. كيضحكني هاد الفيديو صافي. المهم غادي نديرو بهاد الطريقة. دابا درناها بالحشوة ديال الشحمة وداكشي اللي قلت لكم في الاول، غتكب عليها الخليط الثاني. الناس ديال واحد المرأة والله الا شفتها كديرها حتى بالسميدة ماشي بالضرا كاع، ولكن تتجي صحية اكثر بالضرا. ما ديروش تبقى غليظة حيت فيها الخميرة، تبقى رقيقة باش كتجي زوينة. دابا راه شاعلة عليها لتحت غير باش تاكل تحت كي باش تديها الفران دغيا كطيب وصافي. هذه هي المردومه ديالنا كتجي بحال هكا. غادي نطلعها دابا الفوق غادي طيب ونوريكم الشكل النهائي كيفاش كيجي. هذا هو الفران اللي قلت لكم البنات، هانتوما كتشوفوا شوفوا العافيه من التحت وفي الفوق في الجناب، يعني كتكون طياب واحد، كطيب من التحت ومن الفوق. هيا شكون اللي عنده البنات بحال هذه في الدار؟ شوفوا تبارك الله مطورين. هادو سله ديال القصب وعندها الغطا ديالها دايره فيه مي، مبغاش يتحلي دايره فيه الكديد. كديرو حتى كينشف وكيسقطر وتديرو هنا يكمل النشاف ديالو باش تعرفوا الحرارة، والجو جاف جدا. يعني حنايا نتوما كتشوفو كنخرجوه للسطح بالنهار وندخلوه بالليل، وها العار ها العار هما تبارك الله. شتو انا دابا راه فيه سميتو راه عامر تبارك الله، راه غير ما قديتش نحلها. ايوا نشوفو دابا المردومة ديالنا كي غتجي. هاد المردومه راه ديال البلاد ديالنا ماشي ديال زكوره، ديال اكدس، كتجي رائعه جدا. مشيت كنبقشش في هاد السطح هنايا، راه السطح البنات مازال ما مصلوح ما والو، واخا فيه كلشي الشراج ماشي. ولقيت امي دايره هادي في واحد السله، هادي حتى هي راه كديرها نيت في خبز الشحمه. جبتها دابا منين جبت هادي البلاد، جبتها من البلاد وكرماتها سمعوا حاره شتو، وغادي طحنها وغتولي تحميره حاره، ما كتشريهاش هي باش كتكون زوينه، كتعطيني نيت منها. يلا خسرت ليا والله الا زوينه، واي حاجه تتكرمها راه كديرها بادو صحيين وزوينين وكيحافظوا وكيخليو الهواء يدخل ما كيديرش. هاي ديك اللي طرطقت شحال حاره وصافي. نتلاقاو فاش توجد لينا سميتو ديالنا الفطور ونشوفو الشكل النهائي ديالو. ها هي البنات خرجنا من الفران، كتجي بحال هكا، كتجي هكا ما عرفت كيفاش نسمع سخونه
كتجي بحال هكا، كتجي زوينه بزاف، شفتوها هيك. وصافي غادي نهبطوا لتحت نفطروا، وكان هذا هو لا فيديو ديالنا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش ملي زابوني ديالكم بارطاجيو لا فيديو مع الناس القراب ليكم والاصدقاء ديالكم. وشكرا لكم بزاف، الناس القدام كنقول لكم شكرا، والناس الجداد مرحبا بكم عندي كما ديما، والهلا يخطيكم عليا. يلا السلام عليكم، تلقاو في فيديو جديد ان شاء الله.